كرم النائب الأول لمحافظة نينوى سروان روج بياني خلال حفل أقامه في كلية التربية بنات الطالبات الأوائل على الكلية. وأكد روج بياني خلال تصريح خاص به زاغروز، أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع الطلبة على التفوق والنجاح وتقديم الدعم لهم. نظرا اليوم حفلة تكريم طالبات الأوائل في كلية التربية، ونتمنى بهذه المناسبة مستقبلا باهظا لهن، وإن شاء الله سوف يكون هذا التشجيع لباقي طالبات العزيزات في كلية التربية الموصل. ونحن كحكومة محلية دائما نكون من الداعمين لكلية جامعة الموصل ونينوى وقسم من المشاريع في جامعة الموصل وكلية التربية، درجناها في مشاريع محافظة نينوى. التفوق العلمي ما تصفو إليه جامعة الموصل، نسعى بكل طاقاتنا إلى أن يكتسب طالبات جامعة الموصل وطلابها التحصيل العلمي بتميز. واليوم نحن في احتفالية لكلية التربية للبنات للاحتفال بالأوائل على الأقسام العلمية، مبادرة جميلة جدا من السيد النائب الأول لمحافظ نينوى بأن كرم هذه الطالبات لتحصيلهن العلمي بالتفوق. تشرفنا هذا اليوم بزيارة النائب الأول لمحافظ نينوى الأستاذ سروان الروزبياني لتكريم الطالبات الخريجات الثلاثة الأوائل في أقسام كلية التربية للبنات، فنشكر سيادته على هذه المبادرة الطيبة والتي تعكس اهتمام الحكومة المحلية وأيضا عملها جنبا إلى جنب مع جامعة الموصل ودعمها المتواصل ومع طالباتنا ومع خريجاتنا، وهذا له تأثير إيجابي ومعنوي على الطالبات وعوائلهن وعلى الأساتذة. وهذه ليست المبادرة الأولى، سبق أن قدم الروزبياني أيضا العام الماضي أيضا قام بتكريم الطالبات الثلاث الأوائل على أقسام كلية التربية للبنات.